هجمه معجزه من الوسط عن طريق اندير اريرا. قلت لدي الهجوم جيرمان بينانت وكذلك ارزي مندي في الدقيقه الثالثه يفتح مجال التسجيل للريال. الى من بدايه قويه لريال مدريد في هذه المباراه. إيغوان الذي يسجل هدفه التاسع ويتربع على عرش هدافي ريال مدريد هذا الموسم بفضل هذه الانطلاقه والتوغل على الجهه اليسرى، هو الهدف الذي يخلي فريق ريال مدريد يدخل مباشره في الموضوع وفي المباراه باليسرى في الزاويه اليسرى من مرمى الحارس خافيير لوبيز فاليخو، 34 سنه حارس مرمى ريال ساراكوستا الليله باليسرى هذه المره اللاعب الارجنتيني غونزالو إيغوان كما قلت يسجل الإصابة التاسعة له.